كلمه مصطلح بعالم الصحافه اسمه نيو جورناليزم. هذا هو الامر الجديد في الصحافه الذي يثير البوح والاشهار بموقف السياسي احيانا. ان كانت هناك حاجه يتوجب عليك ان تقول انا ضد الحصار، يتوجب عليك ان تقول انا ضد الحرب، حرب اسرائيل على لبنان. يتوجب عليك مصطلح اخر في عالم الصحافه هو بوبليتسيست. بوبليتسيست هو الذي يكتب المقالات، مقالات الاعمده هيك بسموها اليوم، بيكتب مقال ينوم عن رايي، يتفاعل في اعماق فكر الانسان ويكتب الانسان. انا اذا انا اكتب مقاله عمقيه ولكن انا يعني افجر ما يجيش في صدري وما يختلج بافكاري، افجر هذا الموضوع برايي بصياغه راي معين اعممه على الجمهور. انا في هذا المجال في المقابله مع سمر الحاج قلت بعض الامور. اولا قلت بانه انا لا اعرف ما يمتلكه ما تمتلكه الاستخبارات الاسرائيليه. الاستخبارات الاسرائيليه قالت في بعد المقابله بانه زوج سمر الحاج له ضلوع في نشاط حزب الله، حزب الله. انا لا اعلم بهذه الامور لاني يعني لا املك المعلومات التي تمتلكها الاستخبارات الاسرائيليه. قد يمتلك هذه المعلومات صحفي يهودي، لانه صحفي اليهودي له مصادر في الحكومه وله مصادر في اجهزه الامن. انا كصحفي عربي في هذه البلاد لا املك هذه المصادر التي قد يمتلكها البعض. لذا انا قلت بارككن الله لانكن تريدن ان تصلنا الى قطاع غزه لايصال الادويه للاولاد للاطفال مرضى السرطان. يعني كونوا مكاني اذا هي بتقول لكم احنا طالعات نساء وراهبات في سفينة أسطول الحرية لغزة لنقل الأدوية لمرضى السرطان، بتقولوا لا ما بتقولوا لاش باركك الله إلا إذا كنت مأجور. إلا إذا كنت مأجور. شكراً يا أستاذ. أكل وعلى قضية باركك الله حكموني أسبوع كامل. طيب ننتقل إلى موضوع آخر، قضية مهنية الإعلام العربي. بصفتك اليوم أنت أيضاً نائب العام في راديو الشمس ومحاضرة في الإعلام، أريد أن أطرح عليك قضية طرحت في مؤتمر الإعلام العربي الثاني في كلية القاسمة في باقة الغربية عام 2012، حيث حضر المؤتمر العديد من الشخصيات الإعلامية في البلاد، شخصيات اعتبارية ومؤسسات لتدريس الإعلام. وأكد المحاضرون على أن إعلام العربي في البلاد يفتقر إلى كثير من المهنية الصحفية كاللغة بشكل أساسي، وأشاروا إلى أن استهلاكنا المفلت للواقع الرائجة والتي لا تعتبر صحفية مهنية بل ترفيهية يجعلنا نفتقر للثقافة الإعلامية. كيف ترد على هذا الأمر؟ أولا أنا أعتقد بأن الإعلام برمته في الدنيا كلها الإعلام مأزوم. هناك أزمة عالمة تحيط الإعلام أينما وجدنا. يعني لو حتى توجهنا إلى الولايات المتحدة وهي الدولة المرموقة ديمقراطية، هناك أيضا يعاني الإعلام معاناة شديدة. عندنا في الوسط العربي المعاناة الأساسية تنبع من ثقافة الإنترنت التي غزت كل قطعة من قطاعات المجتمع العربي الفلسطيني في هذه البلاد، الذي بات يكتفي بقراءة بمشاهدة 100 صورة وقراءة ثلاث جمل ما تحت هذه الصور، وكأنه امتلك الثقافة الكافية لكي يعمر 100 سنة. اليوم معدل تعمير الإنسان حوالي 84-85 سنة، يعني بعمر 85 سنة إذا بقرأ مرة بالأسبوع مرة باليوم بشوف 100 صورة أو بقرأ جملتين. هذا شيء جائر، شيء أنا أعتبره بأنه بعيد جدا عن الثقافة، ثقافة الصحافة التي نحن تتلمذنا عليها منذ نعومة أطفالنا، بأن الصحافة مليئة وثرية بالمعلومات، هي ثرية وزاخرة بالقيم المهمة التي يعتمد عليها النشأ ويعتمد عليها كبار السن. ولكن في الأول الأخيرة نحن نعاني من ثقافة الإنترنت. هذا واحد، أنا بحكي باختصار وبسرعة على أساس أكفي لأنك أنت محضر حالك. اثنين، وانت شوي كنت بتحاول كل الوقت تستخدم المعلومات اللي استقيتها، وانت انا شايف الصفحات مليئه. الشغل الثاني عم بعجل، انا خايف انك تسال سؤال وانسى بعدين. الشغل الثاني لا يمكن ولا باي حال من الاحوال ان اتصور اقليه عرقيه قوميه لا تمتلك لا صحيفه يوميه اللهم الا جريده الاتحاد، وهي جريده حزبيه، يجب ان ننوه انها جريده حزبيه.
ولكن عن الاتحاد ما في شريده، والاتحاد على فكره هي شريده تقريبا ليست بشائعه، انما هي ملك للمشتركين، وهي لا تكفي لملء هذا الفراغ بلا شك يعني، ولكن لها طبعا اسهامات كثيره حينما ولدت منذ العام 1943 او 44 44 بفكر 44 هلا تنين ما فيش عنا شريده. ثالثا نحن نفتقر الى تلفزيون، التلفزيون يعني رغم في هلا ما فيش هلا، ما هو قال هلا وشرب وبطل ما فيش هلا يعني هلا بيطلع هون وهناك شذرات من ميكس ولكنه لا يصل الى كل البيوت. التلفزيون يجب ان يكون حكم لكل بيت لكل مستهلك. فيش عندنا لا تلفزيون ولا جريده يوميه، عندنا صحافه تجاريه اسبوعيه مليئه باخبار مدرسيه ومليئه باخبار متناسيه ومليئه باخبار سلبيه، وهي اخبار سلبيه شديده ايضا لكي نصحح المشكله، ومليئه بالاعلانات والدعايات، وهي تفتقر الى المقالات المهمه. وحينما يكتب انسان مقال ينتمي الى حزب التجمع او حزب الجبهه او حزب الموحده، اذا اين هي الصحافه؟ نحن نعاني الأمرين ونأنه تحت وطأة افتقارنا إلى صحافة حقيقية. أنا أنوه بأنه بالخمسينات هذا الشعب العربي الفلسطيني كان يتمتع بالكثير من الصحف بالكثير من المجلات، كان شعب يتكلم ثقافة يتحدث ثقافة وينطق ثقافة. مدينة حيفا أطلقت إلى المنطقة اندلاشة ثقافية ثرية نحن نفتقر إليها اليوم، هي غير موجودة. بدناش ننتقد الصحافة بشكل عام، بدي احكي عن الموقع اللي انت فيه اللي انت بتقدر تأثر فيه، راديو الشمس. يعني عن برامج باش قديش انت راضي عن البرامج اللي تقدم في راديو الشمس، بس انا مرات بسمع، يعني خلينا نكون صريحين، في فرق بين الاعلاميين اللي عندنا والاعلاميين اللي في العالم العربي في لبنان مثلا. يعني مرات بعض البرامج مرات بساعات متأخرة بالليل بكون فاتح الراديو مروح، بكون واحد بعرفش قديش عنده تجربة بالحياة بسمع مشاكل وبعطي حلول للمشاكل، اللهم انه هذا الانسان يعني مجرد بحق يعني البشرية، كيف بعطي حلول غريبة فيش عنده خبرة فيش عنده تجربة. يعني برامج من هاي النوع تسيء إلينا. هاي واحدة تنسانيش 10 أسئلة وتخلينا أجاب بلا مؤاخذة، أنا بعلم أصول المقابلة في الجامعة، أصول كيف إجراء المقابلات. أنت تجيد المقابلات ولكن أنت عم بتراكمني يعني تراكمية الأسئلة بتفقدني الإمكانية بأنه أجاوب. واحدة واحدة علمني يا أخي. لا بعلمكش، أنت مدرس، أنت محضر حالك بالعكس تماما. مصطفى شلاطة هو إنسان كفيف ولكنه مثقف بدرجة عالية فائقة. عمله هو عامل خبير نفسي، أجازت له شهاداته وقدراته وكفاءاته بأن يجيب على أسئلة الجمهور. هذا عمله، هي مهنته، هي ثقافته. لربما أنت تقصد أنه أحيانا في هناك من هو ليس بكفء لتقديم الحلول والنصائح. آخر الليل في برامج آخر الليل هذا حديث دردشات، هذا حديث خفيف الظل، بس ما له علاقة بالمهنية. يعني انا اعطيتك المثال عن مصطفى شلاطة الذي هو بتقديري من الناس الاكثر ثقافه ممن انا قابلتهم في السنوات الاخيره. انسان يتمتع بخبره، يتمتع بقدره، يفقد البصر ولكنه يمتلك البصيره باستطاعته ان يقول ما لا يستطيع الاخرون ان يقولوه. طبعا رغم انه انا بطقطق راسي امام ثقافه المجتمع العربي الفلسطيني في البلد، ولكن اعتقد انا بعترف لك انك انت دبلوماسي. ليش؟ تجيد يعني عدم الاجابه على السؤال اللي انا طرحته، بحييك يعني. لا احنا ان شاء الله طب نحترمه، بس مش هاي المقياس اللي احنا حكينا عنه، ولا انسان الكفيف اللي يفتقد الى، ما حكيت عن هاي البعض. يعني لا تنسى هارفي اللي بيطلع بالصحافه الاسرائيليه، يعني هو شو خريج الهارفارد، يعني كل الصحفيين اللي بيطلعوا في البلاد بيحكوا عبراني، لان اللي بيحكوا عبراني هن افضل من العرب. طب لا مش بس بدي اقول لك شغله واحده، شيء امر واحد استاذ اسكندر ادى الى ابتذال الصحافه، وهي قضيه بانه بمقدور اي انسان ان يتعامل بالصحافه وكانه صحفي بدون ما يجيب شهاده من الجامعه. ليش؟ لانه في عهد الخصخصه صاحب الاونر تبع الصحيفه او التلفزيون بيقدر يعين مين بده، ما هو صاحب القرار، باع لها مئة وباع لها دعاء، هو بيقدر يجيب مين بده.
وعشان هيك امتلأت صفوف الصحافة ناس غير أكفاء. ولكن هذا أيضا يندرج على وسط الحديث مش سؤال أخير. سؤال أخير وبعدين إذا بحب حدا من الإخوان يوجه سؤال للأستاذ زهير. خلينا نحكي بصراحة مطلقة. هل قريب على التند بيعمل تصرف صح؟ ناصر هيك؟ أنا كمان عندي شوية. هل أنت بتمرن أكثر؟ هل زهير راضي وبصدق عن الموقع اللي هو موجود فيه اليوم ولا يعني مكرها أخوك الله بطل؟ مكرها أخاك أبو نادر. مكرها أخاك آسف. لا فعلا متأسف. قامت ايامي يا مهندس اهم شيء اخر الليل بعد مشيت يا باسم اخر الليل بعد نائب فاعل اخر الليل انا مش عارف كيف راح للهندسين وهو صاحب طلوع في قواعد اللغه العربيه النحو والصرف. طيب هذا بالدم تفضل وبعدين نعطي مجال للإخوان. أي إنسان أنا براهن لو بس عملت أنت استبيان بين صفوف الخمسين إنسان محترم اللي موجودين هون في هاي القعدة بقول لك هل يعني لو عدت إلى الوراء هل بتعيد الكرة 100% ولا بتغير؟ بتغير. كل إنسان يرتقي التغيير. وعلى فكرة الإنسان الطبيعي هو الذي لا يشعر بالرضا والاكتفاء حينما يجمل حياته وفترة مهنته أو امتهان هذه المهنة. لو عدت للوراء لربما عدلت في حياتي في الكاريرة تبعتي عدد من الأمور، ولكن بمجمل الوضع أنا أعتقد بإني يعني الحمد لله يعني اخترقت حاجز الشارع الإسرائيلي، أثرت في برامجي على المجتمع العربي، يعني مش حلو الواحد يحكي عن حاله، أكتفي بهذا القدر. قبل ما اتيح المجال بالاتاري وبالالعاب، انت يعني بتحب الشعر؟ شيء غريب. حبيت الشعر كثير لما سمعته وكمان يعني الشعر لمحمود درويش اول شيء، بعدين بعد ما حضرت مسلسل نزار قباني كلياته بلشت هذا أشعار لنزار قباني وشفت إنه هذا أشعار كتير كبير، يعني كنت أسمع نزار قباني كنت أقول شو هذا نزار قباني؟ شو طلع؟ طلع إنه شاعر كبير ولما شفت قصائده في قصائد شفتها إنه حلوة.